في إطار سياسة بحث النادي عن موارد مالية جديدة قارة لتواكب نهضة الفريق والمشاريع المهيكلة على المستوى الرياضي والمؤسساتي، كيعلن نادي الرجاء الرياضي بشراكة مع ضمان كاش عن توفير بطاقة الأداء رجاء كونيكت. هاد البطاقة اللي كتخول المشجع مجموعة من الامتيازات، من بينها تخفيضات لدى المئات من المتاجر والمؤسسات التجارية على الصعيد الوطني، الأداء عبر أجهزة الدفع الإلكتروني الثابتة أو الأداء عبر الهاتف النقال، أداء الفواتير، جمع نقاط الوفاء، الاستفادة من عدة امتيازات داخل النادي بفضل نقاط الوفاء، هدايا، دعوات خاصة لمقابلات وحصص التدريب والعديد من الامتيازات الأخرى. إيداع مبالغ بسقف 20,000 درهم، وكتعطي للنادي أيضا واحد المورد مالي مهم من خلال كل العمليات اللي كتمر من بطاقة الأداء رجاء كونيكت. وبهذا انت تربح والرجاء تربح. نادي الرجاء الرياضي يهيب بجماهيره العريضة باش تكون شريك أساسي في هذا المشروع المالي الرياضي المهم، كما هي عادة الشعب الخضراء لتكريس عهد الوفاء والمساهمة في كل ما كيصب في مصلحة نادي الرجاء. ديما رجاء.